فنبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. مركز الإرشاد مقالة أرقيسة يا مناسبة قبنا يا أرضي دي كالما وركسوك شيء امتحانات كي كلا دوناي لغا سوقا دي سنة دوكسيات كي لما دي سوكا المناسبة دان أي آفريتان كي سنة دوكسيات كي عسوب اي لبدا كون يلبي لباتان كا تصدح يلباتان كا اي مركز الإرشاد هدبا مناسبة بغران أياما توقع قبسون تي هول كا مركز الإرشاد وحانا مناسبة داني كسوقيب غلي مسؤولين آدو قيمة بدن ويسوكو جري علماء الدين وحقرد أقويانو هدبا مناسبة دانو سبقران لو سوابا بولي أيا ورين با وحا مناسبة داني فري مامول كا قود اي مركز الإرشاد أستاذ أسماء إبراهيم آدم وحانا كور بحسي آساس كي ولي ممراحشي كلا دوانا ee uu soo maray markaska lagu baranayo kalaamka Ilaahay waxay ka warbixisay aqoonta kala duwan ee markaskani laga cilmi qaato waxana maamulka dardaarankeedii kamid ahaa markaskan Irshaad waa markas u taagan baritaanka jaalka saarka dad waaweyn iyo yar yarba soo shaqeynayay muddo xawali 17 sano iyo wax lamida tacliimaadka iyo waxa uu bixiyay markisku qayb xifdiga quraanka qayb barbaarinta awlaada yaryar iyo qayb shariicada oo khamiis iyo jimca sidoo kale qayb luqada markisku waxa uu taagan yahay heelan yahay ka saarka jahliga la dagaalanka jahliga waxa uu gaar ahaan ku suntan yahay waa markaas tacawinisaaya baahiyaha dumarka oo dhan haday muxaadaraad haday mucaawano kale tahay haday nadaawaad tahay waa markaas ku suntan kor qaadista gabadha iyo barnaamijta qusaysa waa markaas aad iyo aad runtii ugu noqday shamac xaafadan munaasabadan maanta waxay qusaysaayana dhiirigelinta abaalmarinta awlaadii yar yar iyo waaweyn balahayd iyo ee soo dadaalay sanadkaas oo dhan misna kaalmaha hore ka soo galay imtixaanaadkoodii waxaa lagu abaalmarinayaa sidoo kale shahaadooyinna lagu siinayaa ardayda luuqadda oo dhammaysatay fasalkii koowaad ardaydii qiimaha badnaa ee ka socday markaska Irshaad ayaa iyaguna soo bandhigay bandhig aqooneedaad u qiimo badan iyo aqoontii kala duwanaa ku soo qaateen markaskani wa cibaadur rahmaan alladheena yamshuuna ala al-ardi hawna wa idha khaatabahum jaahiluuna qaaluu salaama walladheena yabiituuna lirabbihim sujjadan wa qiyaama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو عليه آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل في ضلال مبين أما بعد أولا نحييكم بتحية الإسلام بتحية مباركة طيبة أولها السلام عليكم وصدر رحمة الله وآخرها وبركاته اسمي كامل أيام سبي محمد أنقف أمامكم أن أشارك في حفلتنا مباركة موضوع يتعلق بأهمية العلم الشرعي ونبيهكم أحاديث من أحاديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبي داود في سننه والترمذي في كتاب روي أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له إلى الطريق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لذلك العلم وإن العالم ليستغفر له ما في السماوات وما في الأرض حتى الحيتان في السماء فضل العلم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثوا الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد واثر صدق أفسح من نطق ذاته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الهاشم القريشي فوائد في الحديث كثيرة فلما استطيع أن أذكرها جميعا ولكن سأحاول أن أذكر بعض الفوائد أسمع معي الأول كل من تعلم العلم الشريعي وسار العالم فهو ورثه الأنبياء الثاني الوزن بين العلم الديني والدنيا كالحجارة والأوراق يمكن أن تسبي الإجابة لا الثالث أن الملائكة ضع جنحتها فضيلة كل من رحل أو سعي يتعلم علما نافع ولا يشفي جليسهم الأخير فعليكم بتمسك الكتاب والسنة السلام عليكم ورحمة الله أهدي أهدي إرشاد مركز كي إفتين بحياة والوراي فارتي قارئه المرضي يقر مثاله كل ترجح عليهم مريحا وموكلا هو المرتضى من إذا كان أمة ويمماه الدل الزرانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يستاد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه واجدر به سولا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا
هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. شوش نو بندا شدن عند تديرو شالا تايلالي والداد ما عيدو والد شه لو كتاب الله يجمعنا بسمان وحسان فلا أدن تفرقنا ولا عرق يمسقنا ولا لون يباعنا عباد الله إخوان رسول الله قدوتنا وبيت الله قبلتنا أقام الله دولتنا على شرع وإيمان. يا هدي يا هدي دي يا هدي يا هدي دي يا هدي أرضيني موا أخلاق أسلوبي وحشات وكانسي وأطع دقيسي وإسمع قل أتكيسي وسامر وحقرسي ودذال كرامي وأمان هدي لغا هلو انتا أمانكو أستي سنتاي أمانكو أستي سنتاي هو بالإرشاد بيدشا هو بالإرشاد بيدشا أما ويو علميكو عدي إيه اللو قاديكو نقباديو سيدا علين برتاو بحلاو داديو ودقونيو ميداب قرحان أها سيدا يجيهين وقتيقا إنا صوماري انتا إنا دافايا انتا إنا دافايا اسم بتاقي أقوب وحانتا أقا صعدا هوي هوي هاي سيلابيني تذالي ما ودقو أساقين دافاو وأرضا سيدا أركدا حبتي أقنا وكع الدنيا ذكا لنقالا الدنيا ذكا لنقالا حياة سمع اسم والدك أنا ليو وحما اسم درستك إرشاد مرابو رب الله مدينو دينك السلام ونبيو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويكمل كان السلام خمسة وخلق الأرض والسماء الله وخلق الشمس والقمر الله وخلق الليل والنهار الله سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم من توامى الانتان انت سوف ينبضا قلبي قيل اويايو ان كتاب ينبضا فرحت باندري ميا فرحت سايدو درا حفلة سقيني حفلة قالي وفا وحلا جيبوني جو قالي وعن كل تبهم بامن تابه ذا ما إليس بما يفتين بميس قلبي قيش ذن هكذا لنو تبال تكتب شدو تربان أتم هاك السومن هاك اللحن تنقم باه بركولا تتكامش صوتوبا أنتم خير الأمم من توامى الإنسان وانت صوبين بذن قلبي قيل أويا يو أن كتابين بذن وحدا حند وحدة عندرتي وسعدي ميلها بس لأبان كوشا واحد
مسؤولينتي قيمة بنايا مناسبة دني كسو قيب غلي ايا يغونا كلمة مناسب كوا كسو جيدي انتي مناسبة دو سعوتي وحي غورين با امان يدعو اسو جيدين معملك معلمين تقيمة بدني كاول غلي مركز كالرشاد ايار دي دني برايا كلام كيلاهي علميقا يدين تا ان لبرتا واشيقا كلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لفراي إنه ربي تبارك وتعالى كضلبو إنه إلهي أسياديو وقل ربي سيدني علما وحتى هذا ربي وحد يكر لسا علمي مركا يعني وحي كتسينيسا قيمها أي لاذهي إنه قفكو برطو قرآن كي دينتا إنه برطو دينتا علمي مارك تاشرع هذا إسلامك إنه قفكو برطو قيمها أي لاذهي أي كتسينيسا فضلك وحك لك كولمدا إن إلهي تبارك وتعالى قيمة جراسية دتك دين تلهي برته إن أنبه وينادان أنبه يرادان الله يدد كيدونان هذا رب تبارك وتعالى وحق القرآن كيس ينوجت المامي إن إلهي ليهي مع آخرة مرك الله تقو دتك أهل الإيمان كها كرب إلهي وقاضية وح إلهي درجات ريسين يائي وددكي أيقو علمي لها أي دين تودا برتي ويا دين تا قرآن كي برتي معنيه سبرتي كرد غمي قيمها تصين وغفرا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلهي بيد تبارك وتعالى قرآن كل برتو فضل جاي قيمها إلا ذهي وحوي وحاي نغفرا إلهي تبارك وتعالى قرآن كي سبوي نغوت المامي إنه يسقى هنوي هاي أو إنه هنوني نيو مركلا إلى هاي وحنا شجع إنه شرفي هاي أو حوي أو شرف إنه نقنيو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قرآنك وضد توصبك وهنوني نيا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون شرفك ويا هاي نبي محمد أذق يقوم كعبا قرآنك المهير أو الدين تلبره قرآنك لبره فضل والدك كهلي رسولك إنا شجع عليه الصلاة والسلام ومحي رسولك وحول عليه الصلاة والسلام حديث معنيه سؤها قفك وحوي قرآنك برتا كعمل فلا كدقما والدك سوح الله حرامان تقيامها تاج كإفتين بدن قرحة وغري وحنوها بغيلين يا أرضي ذا كقني تمين يسمر كسكينا إلى سبحانه وتعالى إنه قام فعه خير كي وناكل لكليه مرلبات كوه حنادي يا دكوه حبليان يا مرت الشرف تان وتبيت علم ذا شيخ مرسل شيخ محمد شيخ أحمد يا شيخ عبد الرزاق دمان وحليه إلى سبحانه وتعالى ميسك حسناتك هيدو كتره إن رنتي مركزك هوشي سوحي نوقلي دون تمام ملدا اسمه إبراهيم وحنير إن شاء الله وكهر لدونا نقوك هم جمعانهان محبة القلوب ومركز كان حبلها كتر سنة قيبت وحب الرشادة وحنوها يسول على اسماء إن أنقو حنو نهايردين علماء كلية مركز كتر سنة وآد ياد وقور هيسا مركز كان نايم بدن حافته كي يلاد بدو قرنسان وعلمو إلهي سبحانه وتعالى ترتي سوحل سارتي إني عرور تاير يري وبحا يري يري أركيسان سو ساران ددك واوين إيكا لنا أي دعوة يخيرك كارسيان وعلمك ترسان مركز كان إرشاد
isku qaybiyay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dartii u shaqeeyaan waxay u socdaan oo ay u socdaan habeen iyo maalin u dadaalayaan in ay diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala rasuulkiisa u soo dhiibay oo ina soo gaarsiiyay oo rasuulku lahaa calayhi salaatu wa salaam balligu walaw aya qof walba halkiisa ay ku gaarsiiyeen waa hablo ku midoobay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa kor u qaadaan iyo sunnihi rasuulka calayhi salaatu wa salaam waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya hablaha walaalahayga ee garabkayga ee markiskeena ka tirsan iyo bahda kaleen ka wada tirsan ee maxabatul quluub dhamaantood oo dacwada aad iyo aad u wada in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka ugu daro tarbiyadii iyo sunnadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu ku rabeeyay saxaabadii saxaabiyadkii qiimaha badnaa iyo ardaydii saxaabada cilman wa camalan wa xifdan wa shariicatan wa caqiidatan bilkitaabi wa sunna ilaahay subxaanahu wa ta'aala hooyo murabbiyada oo kitaabka ilaahay lagu rabeeyey oo towxiidka lagu rabeeyey oo siiradii saxaabiyaadka lagu rabeeyey ayaynu doonaynaa manhajan wa caqiidatan bilkitaabi wa sunna ummadaha waxaa lagu qiimeeyaa manhajkooda iyo caqiidada caqiidadii nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam markas irshaad waa markii soo saaray arday qiimo badan oo lagu rabeeyey tarbiyadii iyo qur'aankii iyo sunnadii iyo xikmadii cilmigu lahaa mandaqadan aan ku noolay waa mandaqatu lxikma walcilmi wasunna waa mandaqadii cilmiga iyo sunnada iyo towxiidka dadkii ahlulcilmiga ah lagu yaqaanay alculamaai alajlaa xafidahu llah waa imadii saxaabada iyo aimadii ahlulcilmiga xikmaduna waa muhim camalkuna wuxuu ku hagaagayaa alikhlaas wanasalu llaha bilcilmi waalikhlaas waalmutaabaca asidqu waalikhlaas saa daradeed imaam axmed ibnu xambal wuxuu lahaa raximahullah imaam ahlu sunna wuxuu ku celceliyey culammadii islaamka waxay ku barakoobeen ee maanta cilmigooda hayno waa ikhlaasi waalmutaabaca asidqu waalikhlaas inuu camalkeenna ka dhigo alikhlaas oo maanta yaraaday subxaana allah sal llah alcaafiya alculamaai alcaamiliina وأئمة الدين والأخلاق والعلم والأئمة العلم والسنة والعقيدة السليمة والسير العلماء نسأل الله أن يجعلنا بالعلم والإخلاص إلى أين الدلك يا الدين تي أولادا إن أحفظيه الدين تي عقيدة وأنا أحسن وكحفظيه يا أخلاق ده نبي صلى الله عليه وسلم كان أخلاق الحملة القرآن هاي محدثتي قالك هاي دايتي هو يدي قالك هاي هو يوم مربينا دورنا qoys murabbirayn doonaynaa qaran murabbirayn doonaynaa macalin murabbiya hooyo murabbiyada oo kitaabka ilaahay lagu rabeeyey iyo towxiidka iyo sunnada oo camalkan uu ka muuqdo ikhlaas diintuna waa dhaqa saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdooda lagu soo islaami jiray idan maraynaa maanta ilaahay inoo naxariiso gunaanadkee munaasibadani markii la soo gaadhay waxaa munaasibadani la maamuusay ku dhowaad 16 arday oo ah arday soo dhamaysatay luuqadda carabiga ku dhowaad 22 arday oo kaalmo hore ka soo galay dhammaan fasallada kala duwan ee markaska irshaad ayaa dhankooda lagu maamuusiyey hadiyada aad u qaaliya halka 17 arday oo iyaguna soo dhamaysay akhriska yigaada luuqadda carabiga maamulka markaska irshaad ayaa dhankiisa maamuusiyey waalidiinta sadaagar la'aanta u soo barbar istaagay sanad dugsiyeedkii dhammaaday ardaydii qiimaha badnaa ee ka socday markaska irshaad iyo weliba waalidiintooda ayaa maamuusay macalimiinta qiimaha badan ee ka howlgalay markaska irshaad markaska irshaad ee magaalada hargeysa gaar ahaan xaafadda qudhacdheer ayaa ka mid a goobaha ku yaala magaalada hargeysa ee lagu xifdiyo islamarkaana lagu soo saaro daayar ku tarbeedaysan sunnadii rasuulka wiibsaryaan warbaahinta nolosha islaamka hargeysa ma ka mid tahay dadweynaha faraha badan ee ku xidhan jannaalada warbaahinta nolosha islaamka sida youtube-ka facebook-ga twitter-ka instagram-ta iyo tiktok-ga nagala qayb qaado sii fidinta dacwadda islaamka hamigayguna waa inaan dacwadda islaamka waqti iyo maal aanu gelinno warbaahinta nolosha islaamka